الو، مساء الخير، مساء النور، الزول للجميع. الزول في الاول. اهلا وسهلا. شكرا. يلا مدام نادية، اكيد احنا عارفين بلي راكي متواجده هنا في الجزائر، حبينا نعرفوا شنو هو السبب، اذا توحشتي البلاد ولا عندك زياره عمل؟ والله غير فيها بيان سور، هذه اول في اول مقام انه البلاد توحشها بزاف، صح. بالرغم من اني نجي، يعني مانيش يعني منقطعه تماما، بيان سور ما نقدروش، هذه اكيد، لكن طبعا فيه سبب انه مع يعني ما يخفاش انه راهو قادم 8 جوان اللي هو يوم الفنان، ففيه حصه راح ان شاء الله نشارك فيها ان شاء الله. إن شاء الله. راح نقول لك بكر الاقلام تاعها راح تكون تكريم لقامه من قامه الفن الجزائري اللي هو الاستاذ كمال حمادي، اللي كان لي الشرف باش يعني نبدا نخدم معاه من بداياتي، وهذه هي ضمن قائمة كبيرة من الفنانين. متأكد أن حضورك راح يكون مميز. الله يخليك، شكرا، شكرا لكم والحصة تاعكم الجميلة. شكرا لك، مساء الخير، مساء النور، الخير نادية، ومرحبا بك معنا في برنامج لايف المشاهير. شكرا، الله يخليكم، شكرا على هذه الاستضافة. انتم دائما يعني في المواعيد مع الفنانين، مع جديدهم، مع وهذا طبعا يزيد. العفو، مرحبا بكم في بيتكم الثاني. الله يخليكم، شكرا. شكرا. نادية، كما سقتك زميلي عصام قال لك راكي هنا في الجزائر، فنحب نقولوا للجمهور بالك اللي ما على بالوش انه انت راكي مقيمه في اسبانيا، فلعبنا بلي عندنا الجاليه الجزائريه اللي مقيمه في الخارج، نوجه لهم تحيه كبيره من هذا المنبر، يتوحشوا بزاف ريحه البلاد والجو الجزائري وريحه بالك المناسبات والاغاني الجزائريه، فهل راكي مبرمجه او راكي محضره جولات غنائيه وحفلات غنائيه في اسبانيا؟ شوفي، في إسبانيا صح نقدر نقولوا ماشي دوكا منعدمة كما كانت في البدايات، يعني السنوات الماضية دوكا الحمد لله يعني بدأت الأمور تتحرك، والدليل أنه أنا في مؤخرا في يناير كان لي شرف أنه نظمنا أول يعني نقدر نقولوا حفلة في مدينة أليكانت مع جمعية ثقافية اللي هي الجمعيات الجزائرية، يعني على رأسها ربيعة، السيدة ربيعة غزالي. خاصة في هذه المناسبات نادية، أظن أنه مليح نشوفوا الحفلات هذو على حاضرة. كانوا مشتاقين، يعني أول حفلة يناير قمنا بها وكان يعني كان فيه نجاح، وطالبوا بالمزيد لأننا إحنا رانا نطالبوا المسؤولين يشوفوا هذا، متعطشين الجمهور، متعطشين انه شوفي كاين جاليه بزاف على بالنا متمركزه في باريس وفرنسا، يعني برغم انا عندي جولات كثره صح في فرنسا خاصه باريس، بحكم انه كاين جاليه كبيره جزائريه وخاصه يعني يعني القبائل تما، لكن اسبانيا بدات الامور تتحرك، وان شاء الله راح نكونوا من الحسن الاحسن، ان شاء الله. نتمناو الفنانه ناديه، لانه الجاليات تستاهلوا خاصه الناس اللي ما تقدرش الفنانه ناديه.